عاد الزمان وعادت عدن، عادت عدن تحلق بذكريات الثورة وتشيد بأمجادها وتستنشق عبقها المضمخ بالانتصار في حفل خطابي فني أقامه مجلس المقاومة الشعبية لإقليم عدن في مدينة مأرب احتفاء بالعيد 60 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. استعرض أبرز أحداث الثورة وتضحية قاداتها الذين كتبوا تاريخها المشرق بدمائهم ونضالهم. كان هذا اليوم من العام 63 هو إذان برحيل أكبر قوة استعمارية على وجه الأرض من جنوب يمن الحبيب تحت ضغط نيران رجال المقاومة والأبطال تتقدمهم ثلة من الأحرار والحرائر أمثال الشهيد القائد البطل راجح بن غالب لبوزة ومحمد علي هيثم ومدرم وقحطان الشعبي وسيف الضالعي ولطيفة علي شوذري ونجوى مكاوي وعلي عنتر وصالح مصرف وعبد الله باذيب ورفاقهم الكرام الذين قضوا بعد أن أبلوا بلاء حسنا وقدموا تضحيات عظيمة. في مراحل الثورة حضرت المرأة، وفي ذكرى الاحتفاء بها تحدثت في كلمتها عن دور المرأة اليمنية على امتداد النضال الوطني قديما وحديثا واستعدادها لتقديم المزيد من التضحية والعمل مع كل أحرار وحرائر اليمن لاستكمال النضال حتى دحر الكهنوت الحوثي وتثبيت مداميك الجمهورية. استعرضت الفعالية جرائم الاستبداد والاستعمار وجهود الأحرار في التصدي لتلك الجرائم وما مثلته عدن من ملاذ لثوار سبتمبر ودور صنعاء في مساندة ثوار أكتوبر، ما عكس واحدية النضال اليمني وتكامل أدوار المناضلين وأكد أهمية توحيد الجهود ونبذ الخلافات والسير على خطى مناضلي الثورات اليمنية لمواجهة عدو يستهدف اليمن وثوابته دون تمييز أو استثناء. كانت عدن هي قاعدة الانقلاب للثورة والانتفاضة ضد حكم الإمام، كما كانت صنعاء بعد تخليصها من حكم الإمامة كذلك كانت منطلقاً للأحرار من أبناء محافظات جنوب الوطن ضد الاحتلال، وتوجت تلك التضحيات والنضالات بهذه الانتصارات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، والتي ما كان لها أن تنجح إلا بتكامل الثوار وتعاونهم في كل مناطق اليمن. تخلل الحفل مقاطع فنية وقصائد شعرية أكدت على مواصلة النضال واستكمال تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات وتحقيق تطلعات اليمنيين في دولة تكفل الحقوق وتحمي الحريات. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.